الأشعة التشخيصية أحد المجالات الطبية التي لا تعرف هدوءا في التطور والتقدم، ومستشفى الملك حمد الجامعي لم يألو جهدا في متابعة هذا التطور وتقديم الأفضل للمواطنين. التقرير التالي يرصد تطور قسم الأشعة التشخيصية في مستشفى الملك حمد الجامعي. بالرغم من دخول مستشفى الملك حمد الجامعي حيز العمل الصحي في المملكة متأخرا، إلا أنه استطاع أن يشكل فارقا على صعيد الخدمات الصحية والتشخيصية، كما بدأ يشكل إحدى الصور البراقة التي لا يمكن للفرد إلا أن يرفع لها القبعة احتراما وتقديرا. فقد شهد المستشفى نقلة تشخيصية لما يحويه من أقسام، وعلى رأسها قسم الأشعة التشخيصية. يمتلك قسم الأشعة عدداً من الأجهزة المتطورة التي تقدم خدماتها للمرضى والمراجعين، وتساهم في إعطاء التشخيص الأكثر دقة، فهو يحتوي على 3 أجهزة فوق الصوتية الألترا ساوند، والذي يستخدم الطاقة الصوتية لتشخيص أمراض الكبد والمرارة والبنكرياس، وجهاز الأشعة الطبقي المحوري، والذي يستخدم لتشخيص أمراض الدماغ والحوض والصدر. كما ويضم القسم أيضا جهاز الرنين المغناطيسي الذي يستخدم الطاقة المغناطيسية للكشف عن أمراض الدماغ والعمود الفقري بشكل خاص، علاوة على عدد من أجهزة الأشعة السينية المتحركة والمستخدمة في الحالات الحرجة والتي لا يمكن فيها نقل المريض. ومن الأجهزة الحديثة المتوفرة لدى قسم الأشعة جهاز الميموغرافي، والذي يستخدم في كشف وتشخيص أمراض الثدي لدى النساء، والذي يشرف عليه كادر نسائي بالكامل يتولى توصيل التقارير للطبيب المباشر. قسم الأشعة في مستشفى الملك حمد الجامعي مجهز بجميع الأجهزة اللي بيحتاجها المريض لفحوصاته، واللي بيحتاجها الزملاء الأطباء لفحوصات مرضاه. من مفخرتنا انه ابتدينا والمرضى زادوا علينا بسرعه، فاحتجنا لمواعيد طويله. الان شغلنا 3 اجهزه، 3 غرف للالتراساوند. الان نزلنا المواعيد الى اسبوع، اقصاها الى اسبوعين. الجسد كتله صماء لولا الروح، ومع تطور العلوم الطبية والاكتشافات أصبحت تلك الكتلة نافذة للعلوم من غير مشرط ولا دم بفضل الأشعة التشخيصية. كما أن مستشفى الملك حمد الجامعي لم يبخل ولم يألو جهدا في توفير آخر ما توصل إليه العلم، وما استحدثت من تقنيات وما قسم الأشعة فيه إلا مثال حي على ذلك.